أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: خيمتنا كانت تقع في مزدلفة، فكنت أخرج منها إلى منى لأبقى نصف الليل داخل منى أثناء أيام التشريق، هل عملي يعد من الغلو والتكلف أو عملي صحيح؟ لا لا، من الواجب، ما هو من الغلو. إذا كنت تقدر على الدخول في منى وتبيت فيها ولو جالسا فيها، هذا يجب عليك، لأن هذا واجب من واجبات الحج، ولا هو بغلو. نعم.